اليوم رانا عندنا كما يقول لك الفرصه نكونوا من الدار البيضاء بالمغرب للمشروع لبدايه المشروع الارتور. المشروع هذا راح يكون فيه منتوجات جديده داخل السوق المغربي، منتوجات من نوع يو اس ار، عندنا الار 5 والار 3، هما اخر كاميرات انتجتهم كانون، وهي كاميرات كما يقول لك محترفه. اول بلد بدينا به هذا المشروع ارتور هو بالمغرب، ان شاء الله راح يكون فيه كما يقول لك اكتيفيتيز كثيره، راح نديروا تدريبات، راح نديروا فيه معارض اخرى. بدينا بدار البيضاء لكن راح نتنقلوا لمدن اخرى باش نكونوا اقرب من الزبون المغربي، وان شاء الله مع هذا المنتوجات اللي هي الار 5 والار 3 دانيك دخلنا مشروع الكوميونيتي جينيراسيون ار، هو مشروع انترنت بيج، الناس اللي مستعمله كل يو اس ار بيقدر تشترك في هذا لاباج انترنت، ويكون عندهم يلقوا فيه تدريبات معلومات من عند كانون، وهما كمان يستفادوا من عند كانون، ويقدروا حتى التصوير تاعهم يكون بوسائل الاعلام بلي ريزو سوسيو تاع كانون، باش هكذا السمعه تاعهم تكون سمعه عالميه وتروح حتى بالمغرب واكثر من المغرب ان شاء الله. الصحافه الرياضيه عندنا اخر منتوج هذا الار 3، هي كاميرا محترفه مختصه بكل صوره على سرعه كبيره، معناه الرياضه كما يقول لك صوره تاع الصحفيين اللي يكونوا في الفيلد في التيران، يكون فيها اي حاجه تاع اكسيون. هذه الار 3 هي احسن كاميرا باخر تكنولوجيا، تصور 30 صوره في الثانيه. Je suis fier aujourd'hui d'être ici présent au milieu de confrères, amis et photographes pour partager la même passion qu'est la photo, qu'est la vidéo, de faire de nouvelles découvertes, de rencontrer des gens, d'aimer d'abord ce que je fais et surtout de le transmettre à tous les passionnés d'image. D'ailleurs, vous êtes en Nikon, c'est pas bien, il faut être en Canon, hein, je plaisante. Et ce que je veux dire par là, c'est que vive la photo, vive l'image et vive les passions.